لا تنتهي أساليب السرقة والسطو على أراضي الدولة في العراق، وكل يوم يأتي المتنفذون بالمدهش والغريب. قطعة أرض في قرية البراكية التابعة للكوفة خصصت لبناء مدرسة ضمن الاتفاق العراقي الصيني على بناء مدارس حديثة في عموم العراق، لكن أحد المتنفذين كان له رأي آخر، استولى على الأرض وقرر بناء مضافة له عليها بالتواطؤ مع بلدية الكوفة. ما عندهم مدرسة، ماكو أراضي، هنا أراضي مال البلدية، هاي ملك البلدية، ملك صرف للبلدية، بس عندنا هنا إنسان مستولي عليها متواطئ مع البلدية، يبيع وينطي. نقول له يابا أنت بايع 300 بيت 400 بيت، هذول عندهم أطفال، أكو مساحة 3700 متر، أعطني إياها مدرسة حكومية، ما جاي يقبل هالشكل. والبلدية متواطئة وياه، أيام من مس البلد رحنا وسوينا شغلات، يابا هاي مكان هالشكل، مدرسة هالشكل، هاي البلدية ما تقبل. مس المحافظة رحنا، بعدين نائب المحافظ جزاه الله خير ساعد ويانا وهالشكل هاي، وخاطب البلدية ماكو، رحنا المحافظ وخاطب البلدية وماكو، سووا لجان تحقيقية وياهم زين، ما تفعلوا لجان تحقيقية. ويقر المسؤولون في محافظة النجف أن المتنفذين في الدولة أعجزوا الحكومة عن وقف انتهاكاتهم، فبدأوا يتصرفون بأراضي الدولة وكأنها ملك شخصي. بصراحة هناك تلكؤ من قبل بلدية النجف وبلديات المحافظة في كل الأقضية والنواحي في عدم وجود جدية بإزالة هذه التجاوزات. احنا اليوم أمامنا مهمة صعبة، وهي وجود القرض الصيني ووجود ضرورة استحصال قطع هذه الأراضي. بقاء قرية البراكية بدون مدرسة دفع الأهالي إلى العودة إلى نظام تعليم الحلقات في العراء، فانتظار الحكومة حتى تتحرك أمر مستبعد بالنسبة للأهالي، إذ أن مضافة المتنفذ أهم لدى البلدية من بناء مدرسة ولو كانت على نفقة الصين. يعني أقدم نقول طريقة قديمة، يعني عبر 200 سنة أو أكثر من 200 سنة كانوا يستخدمون هالشيء، تعرف يعني لا رحلات لا أي شيء. فإحنا هاي نقول مثل يعني السكان هنا بهاي المنطقة العايشين أكثرهم فقراء، ناس فقراء، مدرسة ماكو قريبة لهم، تعرف المدارس الأهلية كثرت حالياً، وأقل طالب قصد إن كان ابتدائية هو في 1,900,000، ما عندهم يعني، هو لابد أن قوتهم أن مصرفهم أن طالع، فتدري يعني هذا لا يقدر يتعلم. أنا ما أقدر أدرس بالمدارس اللي هناك، لأن أبوي ما عنده فلوس يأخذني ويردني على الخط، كود أن إحنا نريد مدرسة إحنا بمنطقتنا قريبة. وليفتك الجهل بأبناء العراق، كل ذلك لا يهم ما دامت مضافة المتنفذ المسؤول عامرة ولو على الأراضي المستولى عليها من الدولة.